والله ندخل شيرين الغرات انك تونا معمره وطولتي انا كيكو برا. والله يا خويا سعيد ظروفي تعبك قلبي معبي راضي. حاجات شهيتهم في رمضان شهيتهم السوق شايفك برك شغلك الكعب كل شهيتك كان الشربة جايزة سلقة جايزة منه قول أنت طيب لكم خدت عليها بلاك ترجع عليها أكل كعك وأكل كعك من العرب سميهم ما قلنا محشية نازاليا. الراجل بشبهنا وليدي مرضى راني تعبت الوالدة اللي عمر 3 سنين كان يقتلني كل ياكلها راني رافع عينيا جبونات والشاي ما نهجمش. ولدي هذا 3 سنين يطلب الديار باش ناكلو يقول عندك تاجي تاجي مسوقة قد ما نخلطش عليه تاجي مسوقة غالي عليا. يا بابا سعيد يا خويا سعيد راه عندي ولاد معاقين عندي ولاد معاقين 3 سنين ياكل الدنيا كل غالي علي الدنيا سنيري ب 2000 كان دينار ناخذ كان ما بين من الشمس. والله قلبي معبي راني الظروف تعب والله كفت يا لا حد يا خويا صعيب تربع شي فركه لا غلى لا شي محتاج يغلى شاري على قده مني كريم مني ماء مني ضو. يعني في رمضان ما في رمضان ما تاكلش في الغله ما تاكلش والله, والله ندخل شيرين الغراد انك تونا معمره وطولتي انا كيكو برا. والله يا خويا سعيد ظروفي تعبك قلبي معبي راني. يعني اليوم نحكيو على توانسه محرومين من الغله في رمضان عزيز على السكر والله نصب المر والله نصب المر بالصف هذا السايبة ها معاق 3 سنين ياكل الدنيا كلها ولدي هذا 3 سنين يبدي يطلب الديار باش ناكلو يقول عندك تاجي مسوقة قد ما نخلطش عليه تاجي مسوقة غالي عليا. شنو حاجات شهيتهم في رمضان شهيتهم مسوقة شايفك الورق شغلك الكعك كل شهيتك كان الشربة جايزة سلقة جايزة منه قول أنت طيب لكم خدت عليها بلاك ترجع عليها أكل كعك وأكل كعك من العرب سميهم ما قلنا محشية نازاليا. الراجل بشبهنا وليدي مرضى راني تعبت الوالدة اللي عمر 3 سنين كان يقتلني كل ياكلها راني رافع عينيا جبونات والشاي ما نهجمش. ما نهجمش ولادي بطالة ولادي ولدي مريض اللي يخدم بطال ظروف تعبة كنا على الديار تاع كلعاني عاونوهم عاونونا الجبنة ب 2011 التونا عطونا الديار تاع الحاكم وشنو هو راني تعبة يا سعيد يا سعيد ربي يخليك ربي ينهشك لينا انت في تونس كامله. واحنا في الاسبوع الثاني من رمضان خلينا نسالوك هل انه التونسي بدا يتنفس خاصه نحكيوا على غلاء اسعار وغلاء المعيشه؟ والله ما فما حتى تنفس مدى انا الريفيه تو طلعت في التراه كي نقول لك يجي 10 نساء يطلبوا 10 نساء يطلبوا معناها في الشهر الفضيل هذايا نورمالمون الدوله تقوم بواجبها في الفقير في اللي ربي يعلم به. انا عايشه في المانيا كي نمشي واجنبيه ولابسه الخمار كي نمشي كيما الالماني كيما التونسي يعاملوني فرد مستوى عندي حق ناخذو عندك حق تاخذو. اذا حكينا على المعيشه غادي ولهنا في تونس خاصه لانه برشا يحكيو يقول لك الغلاء والغلاء الاسعار خاصه ما صارش يعني كيلو البنان هذيك ب 1 اورو و11 سنت 1 اورو هنا ب 11000 سامحني اي سامحني سامحني انا كي نشري كيلو البنان 3300 كيلو نزيدوها ماك 11 سنت دي حطوا 4000 علاش هنا 11000 و12000 سامحني سامحني علاش هنا البنان غالي مع علاش انا بالحق انا عايشه غادي خير من هنا باش نسالوك على غادي لهنا اليوم في تونس ما نجموش نحكيو على ثقافه المقاطعه اللي هي سبب في غلاء الاسعار لانه برشا يلوموا في التونسي يقول لك بسبب اللافه الاسعار ماشي وتزيد لانه ماناش قاعدين يعمل رقابه اعمل مراقبه قول له في تونس انا مش انت تقول او مقاطعه او ما تاكلوش هذاك هاو كذا انت كرايزه انت تعمل خويا لجنه تعمل رقابه لهنا سامحني انت الزيت ماهوش موجود تونس هذا الزيت ماهوش موجود حليب ماهوش موجود خبز ماهوش موجود كل شيء ماهوش موجود وقهوه وسكر
تفكر وتقول لي دولة واستنى وك... أنت أبسط متطلبات الحياة ما فماش في البلاد، أنت على شنية معناها على شنية باش نعمل. رئيس الجمهورية في خطابات من خطاباته قال يا توانسة قاطعوا الأسعار، قاطعوا عفوا السلع اللي غالية أسعارها، لأنه اللوبيات والمعتكرين والمضاربين هم مشكلتنا اللي قاعدين. اللوبيات راي. لا هي مشكلتنا لوبي ولا مشكلتنا رجل الأعمال، احنا مواطنين الشعب زوالي يعطيك صح، هذه مش خدمتنا نحن، هذه هو يهبط يعمل رقابه على غلاء المعيشه لان راهو ضايع، راهي عباد انت في تونس وتقول دوله ناميه ما يغيظكش راجل كبير يشد كيلومتر الصف باش ياخذ باقيات ولا سباقيات، بعد يقول لك لا عندك الحق في اربع باقيات، الزيت ما فماش، رانا تحنا في نيفو راهو كان تمشي لدوله في الافريق راهي خير منا، ويجي يخرج لي انا في التلفزه يقول لي انتم عقليه وتلقاو حاجه مقاتله ما انقطعش انا، انا ما انق... انت تعمل لجنه مراقبه خدمتك انت راه باش تعمل مراقبه باش تعس على العباد تغلي في المعيش. باش نحكيو على البنان ناخذوا اكزومبل نتاع البنان اللي هو ب 11 دينار، ب 11 دينار لكن ثم اقبال عليه، ثم اقبال يشرو فيه. ما تاكلش ما تاكلش، انت كرئيس دوله تهبط خويا، علاش؟ نتحب نحكوا الرسمي في عهد بن علي قبل في العهد السابق اللي يقولوا بن علي لحظه خير. كان ثم منظمه دفاع المستهلك. كانت قبل كيلو بنان ب 2000 و2000 وشكون ولد امه كان في السوق انا يزيد 500 فرنك في حاجه، تحب نحكي بالرسمي ما يزيد حد. انا نحكيو على استغلال وتلاعب الاسعار حتى في سيدي رمضان في كل شيء، هي وقتاش هو التلاعب مو في سيدي رمضان، راه ما يزيدوا عليك حتى شيء. به على سبيل المثال قبل قبل رمضان قبل سيدي رمضان بجمعتين بالضبط كان كيلو الدقله بثلاثه بثلاثه وخمس، علاش الرغبه تو ب 11 وب 12 وب 13 كيلو البنان ب 17 ما فمش، يجي دوري في السوق ما فمش حاجه ما زادتش دوبل خمسه وسته وسبعه، وانت تجيني السيد رئيس دوله تجي تقول لي قاطع، ما انقطعش انا، انت تعمل لجنه تراقب، انت مش خدمتي انا باش نقاطع، انت تعمل لجنه تهبط خويا لهنا منظمه الدفاع عن المسلك نتاع شنو تبيع فيه ب 50، وانت السيد الرئيس سعر الحاجات باش الحاجات ما تبيعش قطع لف في البر، سعر البنان بقداش؟ سعر الحم قداش؟ مش ظلم مش 50؟ ايش تخدم عليهم ثلاث ايام باش تاخذ كيلو لحم؟ ياسر ياسر اختي ياسر، الشيء هذا وين ماشي؟ وين ماشي نبيه؟ وهما يقولون انا باش نرخصوا لكم، هاو باش نعملوا لكم، هاو السكر كان في الفيل تلقى الا تخلط عليه عندك قديش واحد باش وصف تو برمشي لك المكازان وتشوف الصف الموجود في السكر، مشيت ما نجمش نقعد وبلاش ومش لازم فارينا كيف كيفك الحاجة يا اخي لا متى لا متى لا متى رمضان 2024 ابسط متطلبات الحياة انت ما وفرتهمش وتجي تخرجي بخيطاري ابسط متطلبات الحياة راهو حليب وسكر، انت كي تقطع الحليب وعنده اربعه صغار في الدار اش باش يعملهم؟ ويقول لك برا وكلوا الياغورت وكلوا البن، اش حبنا نعملوا نحن؟ اليوم واحنا في رمضان خلينا نحكيو على رمضان 2024 نجمو نقولوا نجمو نقولوا استثنائي، خاصه نحكيو على ازمه نتاع مواد استهلاكيه ماهيش موجوده، يعني رمضان مش كما العاده؟ مش كل عاده ليه ياسر يا حسره على رمضان يا حسره بعيد كل شيء وكل شيء انت باش تقف باش تاخذ برمشي شوف الزازار وبرمشي شوف المجازان وبرمشي اعمل طل يا اخي انا نقف لا خاطي ما نجمش نقف هكاك ما نجمش وياسر وشيء يا حسره على اللي كنا فيه احنا طل. احنا في الاسبوع الثاني توا من رمضان شيء الامور هي هي ما تبدل شيء لا والله زيد لا والله زيد والمصيبه اللي تتزيد بالدينار وساعات بال 15 يا اخي كيلو لوبيا خضراء عمري في حياتي وهاني شايبه لا ريت كول كيلو اللوبيا الخضراء ب 30000 قسما بالله ب 30000 وين صار؟ خلينا من القناويه ما نقولوش عليها الخضره احنا كل شيء قطعناه قطعناه يا خواتي بناتي كيفاش باش نعيش واحد كي نوصلوا انا مره كبيره تو ماذا بيا كعيبه موز كعيبه حاجه نتشهى خاصه في رمضان نتشهى ما فماش عزيزتي ما فماش تو الحق انا نسكن في بومهل البارح ما حتى السوق نتاعنا البارح وليت جيت اليوم للزهر اسعار الحق صفا اسبوع هذا اه وي القناريه سيرتو القناريه ان شاء الله الناس الكل اللي يتمتعوا بها خاطر فيها فوائد صحيه كثير انا لاحظت اليوم صفا الحق يعني نجم نقولوا انه التونسي بدا يتنفس ويتجوز في الغصره ايش نقول لك تواجد تو بار اكزومبل الفلفل مش وقته راه تو احنا يلزمنا زاد واحد يكون مش وقته يكون سواء يجيك يقول لك هذه غالي تتمطم الفلفل مش وقت نتعبوا يدمو كيف هذا الواحد يلزمه يمشي على قد مقدر يعني المقدره نتاعو هو زاد ينجم يتحكم ويتصرف في في الامور هذه كل يلزمه يشد الفران قال لي يلزمه يشد خاصه في رمضان واحنا نحكوا رمضان معناتها التونسي يتشهى ينجم يشد فران كما قلت انت تو ايش نقول لك تو في كل حاجه يلزم نشدوا الفران نتاع تصور انت تو الوليد صغير اللي يتحكم في بوه هل معقول هذا حاشك باش يشري حتى صبات ولا حتى ليه مش هكا ليه ليه يحط له على حاجه اكثر يمكن من الشهريه نتاع
ما احنا نربيه بزي الاجيال نتاعنا، يعتمدوا على انفسهم ونفهموهم نحكيو معاه بشي بشي بتي تبتي وربي معانا. هذاك شنو نقول لك مدى القضية اليوم قداش تكلفت في سوق الزهرة؟ انا بار اكزومبل اليوم يمكن 30 دينار 30 دينار وتقعد لي اكثر من جمعة زادة اللي شخذيته من طويقة. 30 دينار هذه فيها اللازم في اللازم؟ شريت كل شيء سلايد حاشي كل شيء ليه شريت تاع اكثر من جمعة تشد الحق فرونشمون. اي عائلة فما عائلة صغيرة مش سنترال زادة هي لازم واحد ما هي الفايدة نتاع السمك هو عنده فايدة نمشي ناخذ نتاع بار اكزومبل كيلو نتاع 20 30 واحد يكون ولا العظيم. كي تسأل انت حتى اللهين بالتغذية يقول لك الحوت عنده حشك الفوائد نتاع هي لازم ناخذ الغالي والله نشري مادة انا واحد ينجم يتصرف حسب مكتوب جوستومون ماذا بينا نحن ماذا بينا على كل شيء الكهرباء الباهية وندرش لكن لازم اما تنزل ما تحرمش روحك وتشري على قد نجم تفكير من العقل نتاعنا. شري دبارتريو دبارتريو السلطة هذيك لازم منها الشربة لازم منها كسكس حشك بالحوت كسكس بالمرجان